مرحبا واهلا فيكم مره ثانيه في احد معالم اوتوا المشهوره. ناس كثير بتمر من هون وما بتنتبه لهذا الشخص العظيم. احنا الان تحت الناشونال ارتس سنتر وهو احد اهم المباني الموجوده في الداون تاون تبع اوتوا، وهذا الشخص موجود في الكورنر عظيم تمثال له اللي هو اوسكار بيترسون. اوسكار بيترسون يعتبر من احد اهم البيانيست الموجودين في العالم، لعب جاز، سامعين الموسيقى وراي، هذه الموسيقى اللي لعبها انتشرت في كل العالم، اصله من مونتريال، اجى على اوتوا وانشهر في كل العالم خلال المقطوعات الموسيقيه اللي لعبها. هو يعتبر من اوائل ذوي البشره السوداء اللي لعبوا جاز انتشروا في العالم، وعشان هيك اجت الكوين اليزابيث سكند فتحت هذا التمثال له. شكرا. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت.